بيان هام من مجلس إدارة الأهلي. عبر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية التي بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب. وفي المقدمة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والعديد من الأندية الشقيقة. وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة مؤكدا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان، ونشهدها الحرص الدائم والالتزام بروح رياضية واحترام المنافس ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تتخر جهدا من أجل المصلحة العليا للبلاد. وأكد المجلس على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها التي تحتاج إلى تكاتف الجميع. وتبقى جماهير الأهلي دائما الحصن الداعم للنادي والوطن. طبعا ده فيما يتعلق أكيد وتبقى جماهير مصر برضو هي الحصن الداعم.